أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا مقيم أرسل المال إلى أهلي بواسطة شخص مقيم معي أيضا، أعطيه المال بالريال السعودي وهو يعطي أهلي ما يعادله بالجنيه بواسطة شخص في بلدي، فهل يجوز ذلك؟ هذا فيه إشكال، لأن الصرف هذا صرف، والصرف اشترط فيه التقابض في المجلس، لكن بإمكانك تشتري النقود التي تريد تحويلها، تشتريها من هنا وتحولها إلى من تريد، وبهذا تخرج من الإشكالات. نعم، اشترها وحولها. نعم، ما هو بتحول دراهم ويعطيك بدالها هناك نقودا أخرى، لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.